الزبير، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. بداية عليكم شهر رمضان المبارك ان شاء الله، وان شاء الله يعم الامن والسلام والهدوء في ليبيا والعاصمة الليبية طرابلس إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير أيضا سيد الزبير. بداية، رأينا تصريحات لعبد الفتاح السيسي تقول بأنهم هم المسؤولون عن القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة درنة، وعلل ذلك بالهجوم الذي تعرض له بعض المدنيين في المنيا بمصر. ما تعليقك سيد الزبير على هذا الموضوع؟ وهذه ليس المرة الأولى التي يتم فيها قصف مدينة درنة من قبل الطيران المصري، كانت قبل ذلك وسقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين، نحتسبهم عند الله شهداء وإن شاء الله الجرحى شفاهم الله. حقيقة حتى عملية درنة، ما قيل بأنه في مدينة درنة من ذبح للأقباط، كان نتيجة ذلك قصف مدينة درنة بدون أن يتم حتى التحقيق في الأمر أو متابعة القضية. دعني أستوقفك أنا سيد عصام. سيد عصام، باعتبارك عرجت على موضوع سرت، عندما تم ذبح الأقباط كما أشيع في مقطع الفيديو تم قصف مدينة درنة، لماذا لم تقصف سرت؟ نعم. لماذا لم تقصف سرت وهي مكان الجريمة؟ واضح جدا، أنا كنت أذهب إليه. هذا هو القصف، دائما يأتي في وقت قصير جدا من بدأ عملية التي تحدث، ثم عملية ذبح وعملية تفجير، وتأتي إلى مدينة درنة. كانوا يريدون أن يلبسوا درنة بأنها هي مدينة الدواعش، ولكن بعد أن انتصر المجلس مجاهدي وشورى درنة على هؤلاء وخرج الدواعش منها، الآن هذا هو الذي يبدأ يحير لماذا قصف مدينة درنة، لماذا لم تقصف الطيران المصري دواعش الذين كانوا في سرب، لماذا لم يتعاون مع قوات ليبيا في ذلك من قوات البنيان المرصود، لماذا يتلعن؟ لأنها أجندات ومخططات يريد بها ذاك المشهد الليبي، ويريد أن يبرز بنفسه أنه لديه قدرة على ضرب أي موقع داخل درنة، وهذا أمر خطير جدا، انتهاك للسيادة، عدم التعامل مع السلطات التي هي موجودة في داخل ليبيا على الأرض، وإنما تعامله كان مع قيادة عملية الكرامة، وواضح هذا الأمر ووضح ذلك، ورأينا حتى البيان الذي خرج من المجلس الرئاسي لحكومة طيب الإطار. ولذلك المصريين يمضون بمخططهم بأنهم يتولون الملف الليبي، وأنهم هم الذين سيعملون على اشتكاك حقهم بزعمهم الإرهاب في ليبيا. طيب سيد الزبير، هناك من يرى بأن الوضع الذي تعانيه مصر على الصعيد الداخلي لديها ربما قد سبب ربكة في المشهد السياسي، وورط عبد الفتاح السيسي في مشاكل لم يستطع أو ربما لم يكن ندا حتى للتعامل معها، لذلك يبحث عن مخرج دولي بفرض نفسه ربما على الملف الليبي لكي يتعامل معه المجتمع الدولي، وبالتالي ربما قد يسهل عليه عملية بعض المساومات الدولية التي ربما قد تدخل عليه بعض الأموال ويحرك بها الوضع. هو حقيقة يعاني من أزمة اقتصادية حادة جدا، وهو يعلم جيدا أنه لم يقدر على القضاء على الجماعات الإرهابية التي لديه في سيناء وفي شيخ زويد، ولذلك يوجه الأنظار إلى ليبيا، لأن ليبيا الآن تعاني من فشل في الدولة، وتعاني من وجود عدم تحرك، وجود تحرك بالمحافظة والدفاع عن السيادة الوطنية من أي انتهاكات تكون، ولذلك هو سعى بأن يضرب في ليبيا من أجل إثارة الرأي العام العالمي بأنه يحارب الإرهاب، وأن هذا الرأي العام العالمي لابد أن يساعده ولابد أن يدعمه، ونفى أن هذا الرأي العام يعلم جيدا أنه لم يفعل شيئا في مصر، وأصبحت عمليات التفجيرات موجودة في القاهرة، وأنه برغم من أن هذا الحكم عسكري ولديه استخبارات قوية لم يستطيع السيطرة على الوضع في مصر ومكافحة الإرهاب داخل مصر، ولذلك يريد أن يجعل لنفسه صورة أخرى، وهذه الصورة قد تجلب لديه بعض الدعم في الضرب داخل ليبيا والوصول إلى نقاط داخل ليبيا، بالرغم من أنه لا يستطيع أن يتحرك بعد منطقة سيناء ولا حتى في منطقة سيناء، لأنه يعلم جيدا أن هناك منطقة محظورة ولا يقدر أن يستعرض عضلاته عليها، لذلك يستعرض على ليبيا ولا يستطيع. طيب سيد الزبير، صاحب هذا الهجوم
في منطقة المنيا في مصر هجمة إعلامية ضخمة وجهت بالتحديد من قبل الإعلام المصري، وجهت ومن قبل نواب أيضا، وأذكر منهم هنا مرتضى منصور، وجه خطابا للانتقام من مدينة مصراتة بالتحديد في ليبيا، وشن هجمة إعلامية موسعة عليها. برأيك لماذا هذا التحشيد ضد المدن التي كان لها الدور الفاعل في إسقاط نظام القذافي مثل درنا ومثل مصراتة؟ اولا هم لابد ان يسنون هجمه اعلاميه ضروري، لان هذا الوضع العسكري الذي تم ليس لديه المصداقيه الان بهذه السرعه وبهذه الوضعيه، حتى ان اي تحقيق في اي دوله في العالم خاصه الدول الديمقراطيه يستمر طويلا. رايت حتى ماذا حدث لجماعه غوانتنامو الذين كانوا مسجونين، لم تلوح لهم الاتهامات الا بعد فترات طويله، ولذلك هو يحاول ان يصل بنقطة إلى أن هذا الحدث هو صحيح، ويسخر الآلة الإعلامية بتوجيه أن الإرهاب موجود في مدينة درنة وأن لابد من اشتتاته، وسيعمل على أن هذا مدينة درنة هؤلاء الإرهابيين يستمدون قوتهم من مصراتة، وسيعمل على إثارة هذه المدن من أجل القضاء عليها، لأنه عندما يتم في نظري القضاء على هؤلاء المدن الطائرة ستتم ثورة 17 فبراير ستنتهي، وبذلك يصبح وضع حتر فيها قوي ويصبح لا وجود لأي صد له، ويتقدم حتر ويستولي على الأرض الليبية، وبذلك يصبح حتر والسيسي اثنان متواجدان على المشهد الليبي. طيب نقطة أخيرة ربما أريد منك التعليق عليها بعجالة سيد عصام، المخابرات المصرية قالت بأن من نفذوا الهجوم أتوا من مدينة درنا سيرا على الأقدام إلى منطقة المنيا التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر، وهذا ما أثار موجة سخرية على مواصل التواصل الاجتماعي، وقالوا بأنهم عرفوا أن مكان التدريب في مدينة درنا، ولم يقولوا بأن مثلا أن الأفراد لدينا معلومات عليهم أو أسماهم. تعليقك على هذه النقطة؟ هم لم يضعوا حتى قائمة أسماء، ولم يضعوا حتى معسكر معين بعينه ولا بقعة جغرافية موجودة. هم قالوا في مدينة درنا وفي منطقة، وأن وتكلم السيسي بأن القصف وصلهم وأن الأمر أصبح الآن واضحا جدا وأنهم كبير، ولكن المسافة بين المدينة وبين ليبيا وبين درنا كبيرة جدا. وأعتقد لا بد أن نسأله لنقول له يا حضرة الرئيس، إذا كان هم وصلوا إلى المنيا أين استخبارات وأين جيشك وأين حرس حدوده؟ معقولة يصلوا إلى تلك المكان وأنتم لا تدرون ويقومون بهذه العملية؟ يعني أنت ما عندك نظام ولا عندك أنت حقيقة أي كلام فارغ معناه. ربما دخلوا متخفيين سيد عصام على أي حال. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والإعلامي عصام الزبير، كنت معنا، شكرا.